يبدها بينصير السعدية زيدانية. مرأة كبيرة مرضت هزها ولدها للطبيب، يخي قال لها انت لاباس ميمت لا لاباس، اما يلزمك تعرس اكهو. عرسوا لها بعد عام توفى رجلها. رجعت المرأة مسكينة تكدرت وعودت مرضت، قال لها ولدها اه ميمت يلزمني رجعك للطبيب. قلت له ايش الخسائر عايش ولدي، عنا الاردنوس تاع مناول نمشي بها وكاو. برافو صاد. حلو. قال لك عادل عادل يكتب بالصداق. قال لها انت راضيه؟ قالت له لا منيره. قال لها نقصد انت قابله؟ قالت له لا فرمليه. بربي بري روح. برافو صفين. طفله مزيانه برشا عرست وهي صغيره، وهي لا تعرف الطيب لا تلهب حتى شيء. يا اخي ناب ربي وجابت وليد. جاتها صاحبتها شو ناب ربي؟ ناب ربي جابتها صغير. اه اي ناب ربي الحمد لله الحمد لله. ناب ربي جاب على تفضل. ريت النكتة دخلتها بعضها. تفضل. جات صاحبتها باش تهنيها فهمتني على الوليد. قالت لها وين الطفل خليني نبوسه هكا كذا. سكتت البنية وحشمت. قالت لها صاحبتها باهي كما تقلقش روحك، كان خايفة على الوليد مش لازم ما تجيبوليش نبوسه. قالت لها الطفلة يزي يا بنتي مانيش خايفة انا، غير نستنى في الطفل يبكي خاطر نسيت وين حطيته. تلمون توالت ذكرت بابا الله يرحمه. راجل في قاعدة رومانسية مع مرته، سألها قال لها كنموت اش تعملي؟ قالت له بعد عمرت فيه الكسكسي. واحد قالوا لي 27 واحد طلق مرته أما ما نجمش أنساها. مشى الشيخ معروف بالورع والتدين وقال له يا شيخ أعطيني حاجة تنسيني في طليقتي. قال له الله يبارك هاني باش ندعي لك وربي سهل. اللهم اجعل في قلبه ايمانا وفي عيونه ايمانا وما في حوله ايمانا. يا اخي الراجل ترشق بالبكاء. قالوا الشيخ شبيك؟ قالوا يا شيخ طليقتي اسمها ايمان. حلو. استاذ يسال ما هو وجه الشبه بين الكورونا والزطلة؟ التلميذ الزوز فيهم تحليل واللي يتشد يجبدوه عاري ولبس. امام جامع وفرد وقت عنده عطار حومة عطار إيمان فرد وقت فهمتني. في خطبة الجمعة بدأ يدعي اللهم اقض الدين عن المدينين. واحد المصلين قال له كان الكريدي ما عندك غير شطب الكريدي وكهو. هاي واحدة رجعت امرأة رجعت للدار فهمتي ولا تحكي مع رجلها. قلت والله صاحبتي هبلوا على لبستي جديدة وقالوا لي أنا أزين وحدة فيهم. قال لها رجلة وكل حاجات المشبهة اللي عندك ما شافوهمش؟ قلت لا مازالوا ما شافوكش. راجل ومرته راجل ومرته يدوروا اخي شافوا قطوس يدحن على قطوسة. اتلفتت مرته وقالت له ريت القطوس ريت القطوس شنو يعمل؟ قال لها رجلة خاطره متهني واكيد راه شبعان بالكسكسي والحوت. هكا هو من غدوة روحت المرأة طيبت رجلها كسكسي بالحوت. روح القات طاولة منصوبة كلال وين الوين فلش. تلفتت له قالت له هاي يعمل عاد كيما القطوس. قالها مياو مياو. هذي ركزوا على النكتة هذيك. برافو سعدي برافو. قالك القاضي يسأل قال انت كيفاش عرفت راجك؟ ولا قلت له انا خارج على الصباح امي قالت لي كب ساعتك. راجل حلو. راجل يدخل حانوت حجام ديما يقول له خويا قداش وقت وجي دورينا؟ يقول الحجام ساعه. يخرج الراجل ويرجع بعد نهارين ويسال نفس السؤال. يخرج الحجام لكليات يقول له دورك مثلا بعد نص ساعه. يخرج الراجل ويرجع بعد جمعه ويعاود نفس السؤال. يجاوب الحجام يقول له بعد ساعه. هو خرج والحجام تلفت للصانع قال له اسمعني برا تبع لي الراجل هذاك وين يمشي وشني حكيته. خرج الصانع يتبع فيه ورجع لعرفه قال له اه عرفتوه شنو مشى وين يمشي؟ قال له يمشي لدارك عارف. على خاطر كني وضحت ولي نقطه قليله الحياه فهمت يعني ناوي يسرق داره باش يتاكد اللي حازم مازالو ساعه قاعد الحجامين مش تاكل قلبك وري للحجام ضحيه هنا. اي هنا قاعد حجامين. يلا سفيان سفيان علاش نحيت ليونيتك باش تشوف النكت؟ والله ما فهمتش حتى ليونيت نتاع البعض نتاع القريب خليتها في الكهرباء. باش يدوم لك من هنا نتاع القريب نسيها في الكهرباء. نتاع القريب خليتها في الكهرباء. وعلى ما تعملش هي بيدها نتاع بعيد وقريب؟ نولي نجيكم بعد غدوه. في الكهرباء تلبس على البعيد ولا القريب؟ في الكهرباء البعيد. ما عاد تسطع ما كي تقول لي تسطع ترى عيونه كاينه مازال بعيد وتعطيته الحس تلقاك. لا لا مريق لا لا مريق لا لا سفيان استنى خاطر يظهر لي الكل كيف واحد انا نقول لي جبتيه مريض قال له الدكتور تصدق
مرأة مشيت تزور في رجلها في الحبس. كي جيت خارجة بعد ما حكيت معاه قابلت مدير الحبس وقالت له سيد المدير بالله راجي راهو كبير وبدنه موفي ما عادش تخدموه في حاجات معناها صعيبة. قال يا حاج راجلك هو ما يخدم في شيء ياكل ويرقدك هو. قلت له قداش ظهر كذاب؟ قال لي هو اللي عنده 7 شهور يحفظ من فق وظهره تعوج. فضحته حلاوة. برافو سعدي وبرافو المدام على حق نيتها معناتها مرأة حق نية. واحد متكيف قتل أم وأبوه سألوا القاضي علاش عملت هكا؟ قالوا سيد القاضي عمري كامل شاك اللي بيناتهم حاجة والبارح تأكدت. مرأة راكبة هي ولدها كبير في التران. أي مرأة راكبة هي ولدها في التران فهمتني ولا ماشي القفصة خرج من تونس عمل الستوب في من بعد طاح امبان في القلعة الكبيرة مشى شوية وعاود طاح امبان في الجم مشى الحاصل وصلوا القفصة دق دق ريش فهمتني مدت له تذكرة برك. قال شنو وين شبيه ولدك ما عندوش تذكرة؟ قالت له ولدي صغير. تي قالها باش لاخمو. قالت اعملهم في الطرق. برافو سفيان ورد تيجيل في مكانه. راجل تعارك هو مرته تلمو نكتة بيز مكزوز نكت بشتغل تفضل. راجل تعارك هو مرته قرر باش يعمل كيما القورة يمشي الخبير في العلاقات الأسرية. خبيرة في العلاقات الأسرية ادخل يا أخي. قالت له الخبيرة الساعة مسيو راهي الساعة متاعي ب500 دينار. قالها مش لازم في نحنا متعركين ل 50 دينار لازم نجيب. حلوة. برافو سعدي الثاني. يلا سعدي الثاني. طفلة تشطح في عرس جاتها واحدة وقتلها أم كوين. قتلها الطفلة من غير ما تلوج من غير ما تلوج عليها. أنا راه متكلم علي التهامي ولد عمي. قتلها لا 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 مانيش نلوج على أمك باش نخطبك باش نلوج على أمك خطر أخوك عملها على روحه. هيا واحد قال مرتا ماهيش نكتي عندي اكل الدبش متاعي. شنو سعدي ليه سعدي رد بالك راك فيه. يلا تفضل سفيان. يلا نسينا سفيان. هيا واحد قال مرتا عندي اكل الدبش متاعي انا فهمتي لا نحب نتبرع به للزواوله وكذا. قلت لا لا ارميه في الزبله يا بدي. قال حرام والله فما ناس ما عندهاش ما تلبس وميته بالجوع. قالت لا اللي يلبس خياسك انت مستحيل يكون ميت بالجوع. واحد متكيف واحد متكيف قتله امه اقف قدام الباب كي تجي جارتنا تسال عليا قل لها ما هيش لهنا. جات جارتهم تسال قالها امي مش في الدار. قالت له ما قلتلكش وقتاش ترجع؟ قالها لحظه ندخل نسالها ونرجع لك. الله 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 من مجله عارفين. برافو. ديما تضرب في رجلها. انهار قالها رجلها ما عادش تضربني يهديك. هاو صاحبي جاي بحذايا على الاقل ضربني كي يروح صاحبي. جاي صاحبه وهما قاعدين ما صبرش المراه قد متوخر يا اخي بدا يبكي قدام صاحبه. يا اخي قالوا صاحبه يا ولدي ما تحشمش انت على الاقل مرتك تضربك تخليك تبكي انا تضربني وتقول لي ما تعمل حتى شيء وبتحلش فمك. فوالا واضح. يلا الاخبار.